طيار. ولك انت شو من بين الرجال؟ او بالاحرى انت رجال يا طيار، انت رجال، يلا قول. انتبه على كلامك منيح يا شيخ، انت اخر حدا بهي الدنيا ممكن يعطيني درس بالرجولة. انا لسه ما اعطيتك اي درس، بس اليوم انا بدي اعطيك درس يا طيار، طول حياتك ما رح تقدر تنساه ابدا. تركك من اللي ساويته فيني. شو مشان دويجو؟ لا تجيب اسم دويجو على لسانك ابدا ولا. سليمان شو صار لك؟ هداك الولد اللي كان جوا ضربني. إذا حدا ضربك مرة تانية أنت كمان اضربه. طيار، إذا كان بدك تقتلني فكون رجال وطلع قدامي، ولا تحاول تقتلني بالغدر. شو يلي عم تقوله؟ مين بده يقتلك؟ بالحقيقة أنت يلي قتلتني. تعرف يا شيخ علي
إنك ضربت مسمار جواته لقلبي؟ ها؟ شو يلي عم بتخبصه لك؟ أنت اللي بتستأجر رجال ليقتلني بالحبس بسبب سوء التفاهم، ما بيكفيك الشي؟ بتروح وبترجح دويغو وبتكسر لقلبه على الفاضي؟ طلع فيني، لا عاد تجيب اسم دويغو علسانك وإلا رح خليك تغرق بدمك. صحيح بعرف إنك غبي، بس طلعت أغبى بكتير مما ظنيت. لك الشوارع يلي قلت إنك كبرت فيها ما علمتك أي شي بنوب. لا علمتني، علمتني ضل قوي، وعلمتني إني ما أخون أي حدا. تعرف شو الأهم من كل هاد؟ علمتني إني كون شهم وقبضاي. وأنت هالحياة ما علمتك أي شي؟ من جهة تتزوج سيف دخانهم، ومن جهة تانية تتقرب من دويغو، هاي هي الرجولة؟ وعامل لي حالك شيخ؟ عيب عليك، عيب. ولك انت بتكذب الكذبة وبتصدقها؟ استغفر الله العظيم. طلع فيني، انا ما إلي علاقة بدويغو لا من قريب ولا من بعيد، مفهوم؟ بالنسبة إلي بعتبرها أختي مثل غيرها بالحارة. هودا فيردي خبرني عن الموضوع، قال هو لقى رسالة، بس أنا ما شفت أي رسالة ولا قريت أي رسالة. يا أما أنت عم تفهم كل شي غلط، أو أنت غبي كتير لدرجة تصدق كل كذبة بتنهمس بأدنيك. كيف يعني؟ أنت ودويغو هلأ؟ عم بقلك ما في شي يا طيار. دويغو بالنسبة إلي أختي بالدنيا والآخرة، ما لا موجودة بقلبي ولا موجودة بماضيي. أنا الظاهر فهمت غلط. بيقولوا البشر بيغلطوا أحيانا، سامحني ضربتك. أنت ضربتني؟ وقف قدام المراية وشوف حالتك. لك شو أنت من بين الرجال؟ بلكي لو هداك الرجال اللي بعدته قتلني، بلكي شربت السم يلي بالشاي. المفروض الإنسان يجي ويسأل ويحكي، يعرف شو هي الحقيقة قبل ما يساوي شي. أنت ليش ما عم تفهم بنوب؟ ما بعدت لك لا رجال ولا غيره، وبعدين ما إلي شغل بالسم. أنا إذا كان بدي أقتل رجال وقف قدامه هيك بقوصه بنص راسه وأنا عم بتطلع جوات عيونه. معناتها مين اللي استأجر الزلمة؟ شو بيعرفني؟ على فكرة الزلمة اللي بيستخدم اسمي بهيك شغلة وسخة، يا أما جن على الآخر أو حابب إنه يموت. طيب قلي، مين كان بيعرف بقصة الرسالة غيرك؟ والله ما بعرف، هودا فيردي وتوجي. أويغار ما؟